طيب يا بوشة، عايزني بوش اسألك في بوش ايه؟ قول لي انت عايزني اي اسألك في حاجة ايه ونتكلم اي حاجة فيها. انا جاهز. طيب ايه اصعب ماتش شايف ان انتوا لعبتوه خلال البطولة؟ حلو ده السؤال ده ولا؟ حلو طيب شوية. ماشي يلا. ممكن مثلا ماتش انجولا ده اللي هو اوكي. كان هاندبول، كان فيه كويس وسرعات، ده يعني كان ممكن ده يبقى اصعب ماتش قابلناه مثلا، بس انجولا كسبناها برضو كتير يعني. الصالة هناك كانت فيها جمهور، كانت الصالة مليانة ولا لا؟ ما كانش في حضور جماهيري. يعني كان معظمها بس منتخب رواندا تبع البلد وكده، بس كان في ناس يعني بتشجعنا كتير وناس وقفت معانا كتير، كان في لكن ما فيش مصريين معانا جماهير هناك. مالين الصالة عموما يعني ايا لا كان ما كانتش جنسياتهم. مليانة أوي. لا كانت الدنيا فاضية يعني. تمام.